يتجه الكثير لممارسة التمرينات الرياضية القاسية اللي تتضمن رفع الأوزان الثقيلة من غير اتباع نظام غذائي معتدل، وهذا يؤثر بشكل سلبي على حالاتهم الصحية، وصدقوني ما رح يساعد على تحقيق هدفهم في بناء عضلات في وقت قصير. فلكل شخص مهتم بالموضوع بإمكانك اتباع الخطوات التالية اللي رح تساعدك على بناء عضلات من خلال نظام غذائي متوازن. بفقرة سبورت لاين رح نتعرف على قائمة بخمس أنظمة غذائية تضمن حصولك على عضلات مفتولة بزمن قياسي. كيف؟ خلونا نتابع. في المرتبة الخامسة رفع الأثقال. إذا لم تنمي عضلاتك وما زاد حجمها خلال 4 أسابيع طبعا من اتباعك للحمية الغذائية المعتدلة مع ممارسة الرياضة، فعليك انه تزيد من وزن اللي ترفعه يوميا ولكن بشكل تدريجي. فبدل من تأدية عدد 16 الى 20 رفعة فبإمكانك استبدالهم بثمانية او 10 رفعات، وطبعا هذا مع الوزن الجديد، وهذا لمدة شهر تقريبا لتقوم بعدها بزيادة الأثقال مرة ثانية وهكذا. وأما في المرتبة الرابعة المكمل الغذائي، بإمكانك الاستعانة بالمكملات الغذائية للبروتين واللي تأتي على شكل أقراص أو شراب، وهذا في حالة إذا ما كان نظامك الغذائي لا يحتوي على النسبة الكافية من البروتين. أما إذا كنت تتناول ما يكفي جسمك من البروتين فأنت مش بحاجة لهالمكملات. في المرتبة الثالثة استبدال الأرز والحبوب الكاملة بحبوب الكينوا. تتميز حبوب الكينوا باحتوائها على نسبة عالية من الألياف والبروتين بحيث تفوق النسبة الموجودة في الأرز والحبوب، وبإمكانك تناولها بدلا من الأرز أو في شكل خضار داخل صحن من السلطة. ويفضل تناول الكينوا البيضاء واللي تعد أفضل الأنواع. في المرتبة الثانية التنوع في مصادر البروتين. ما تكتفي في الحصول على البروتين من مصدر واحد مثل اللحوم والدواجن والأسماك، وكون حريص على تناول مجموعة متنوعة من البروتينات من مصادر مختلفة مثل فول الصويا والفول السوداني والبقول، بالإضافة إلى المصادر النباتية الخضراء وخاصة السبانخ والبروكلي. أما في المرتبة الأولى الحصول على البروتين، مد جسمك بما يكفي من البروتينات اللي يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية وبناء العضلات في شكل عملية تعرف باسم التأثير الحراري، وهذا من خلال تناول الدجاج واللحوم والأسماك وخاصة العضوية منها واللي تحتوي بالإضافة إلى البروتين على فيتامين B12 والحديد والزنك والكرياتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية. Vegetables are a little golden brown. They're taking in all the red wine vinegar and the spices. Ready to go right on the side. هاي المعلومات جدا مفيدة لكل شخص بيهتم برشاقة جسمه وبيحب يكون صاحب جسم صحي ومثالي. وإذا طبقتوا هاي الخمس نصائح بدقة عالية رح تلاحظوا الفرق والاختلاف السريع. إذن المعلومات صارت عندكم والخيار موجود بين إيديكم.